بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان كلمتي: الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة. الأعمال الصالحة، الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول لنا ويشجعنا وسيقول لك: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تشجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح، والأعمال ديال الصالحة متنوعة. وحنا عندنا المغاربة تيبقى يبان لهم في العمل الصالح غير الصيام فقط، وتيدير الصيام ومعاه ذنوب بزاف. هو الصيام تيخصو يكون صيام ديال الجوارح كلها، ديال العينين على الحرام، والودنين على السمع، واللسان على الكلام، والفرج على الزنا، واليدين على الرشوة، واللمس وكذا كذا من المحرمات. معنى الجوارح ديال كلها تتصوم على المحرمات. عاد الإمساك عن الطعام والشراب وبشرة النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله له بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا غير يوم من الأيام العادية، فما بالك إذا كان ذاك اليوم في شهر ذي الحجة، في العشر الأوائل من ذي الحجة اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه لنا البخاري وغيره من رجال السنن. شنو الأعمال الصالحة؟ ما غاديش نكثر أنا بزاف، لا 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 لا، دابا غادي نركزو من هاد الأيامات هادي باش نبقاو نديروها ونثبتوها، لأن الله يحب من العمل الدوام هو إن قل. تعطي ريال 5 سنتيم كل نهار حتى تموت، فضل ما تعطي بواحد النهار مليون والايام الاخرى ما تعطيش. فلهذا حاول باش كل نهار، وانا تذكرت واحد الدوله من الدول الاوروبيه كانوا تيجمعوا بالنسبه باش يشريوا واحد المركز اسلامي اللي تيسميوه هما مركز اسلامي بمعنى بمثابه مسجد. واحد دائما تيبان هو وليداتو وتيتبرعوا. كيفاش هذا؟ قال: ما ودي بدل ما غادي نعطي في نهار واحد داكشي كاع كله، هاد المدة اللي نتوما تتجمعوه انا قسمت هادشي اللي غادي نعطي باش كل نهار عنده العبادة ديالو. شوف كيفاش عائلة وأسرة كلها متفقين على طاعة الله عز وجل. هكذا حنايا، إن الله يحب من العمل الدوام هو إن قل. شو العمل اللي خصني نثبتو دابا في هاد العشر أيام هادي ويبقى مستمر حتى نلقى الله عز وجل؟ أدعية التطهير والتنوير والتعمير. شو هاد الأدعية ديال تنعرفوا بان افضل العبادات هو ذكر الله عز وجل، فجميع العبادات كلها فيها ذكر الله عز وجل، من الشهادتين حتى الحج كلهم فيهم ذكر الله عز وجل. داكشي علاش السيد ربي سبحانه وتعالى قالنا في سوره العنكبوت: ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. فلهذا الذكر ديال الله عز وجل هنا هذه درجة عليا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: أفضل الأعمال لا يزال لسانك رطبا. هذا اللسان هذا اللي فيه 20 معصية يرتكبها الإنسان، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا اللسان هذا اللي كلما شق اليوم فجره إلا وينادي مناد بالنسبة للجوارح تقول: يا أيها اللسان اتق الله فينا فبك ندخل الجنة وبك ندخل النار. الجوارح كل صباح تقول لهذا اللسان هذا: اتق الله فينا. انت شحال من واحد دخل الحبس بلسانه، شحال من واحد فرق عائلات بلسانه، شحال من واحد دار فضيح بلسانه. وان الانسان المرأة لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. هذا اللسان اش خصنا نروضوه؟ شو خصنا نروضوه؟ معنى خصنا ندربوه. واللسان هو المغرف ديال القلب. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. لهذا هذا اللسان خصو يتروض. راه النهار كله راه تيتكلم. إلا ما شغلتيش بالحق غادي يشغلك بالباطل. لهذا اش غادي نديرو؟ خصنا نديرو الذكر ديال الله. الذكر ديال الله عز وجل فيه جوج: كاين الذكر المرتبط بزمان ومكان، وكاين الذكر المطلق. وسيد ربي سبحانه وتعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما قالناش اذكروا الله وصافي،
لا ذكرا كثيرا، معنى ذكرا كثيرا، لم يحدد مليون، لم يحدد 10 المليون، لم يحدد على الطاقة ديالك اللي قديتي عليه، جريت سميتو دير جهدك كاع كله، وكل ما كثرتي من ذكر الله كل ما تتوجد واحد الحلاوة، كل ما تبارك لك الله عز وجل في العمر ديالك وفي الوقت ديالك. حنا دابا عندنا الاذكار ديال اللباس، اللي بغيتي تلبس، ديال بغيتي تحيد حوايجك، بغيتي تدخل للدار، بغيتي تخرج من الدار، بغيتي تاكل، بغيتي تجمع الزوجه ديالك، بغيتي تدخل للسوق، اي حركه من الحركات ديالك الا وعندها واحد الذكر. حنا تتصيب حتى المثقفين ما حافظينش هاد الاذكار. وكاين الذكر المطلق اللي ما محددش، شنو اللي ما محددش؟ هو منها هاد الثلاثه هادو، الذكر ديال التطهير، والذكر ديال التنوير، والذكر ديال التعمير. وهذا خصنا نكثروا منه بزاف، ويوميا تكون عندنا واحد الحصه نجلس للرب ونستقبل القبله ونكون موضي ونذكر هذا الذكر هذا. وإلا ما كنتش وكنت غادي ولا شي حاجه، هذا هو العباده اللي ما تحتاج لا الوضوء ولا استقبال القبله ولا فين ما كنتي. اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جميع الاحوال، الا في الاماكن المحرمه بحال المرحاض، ذاك اما ذاك النجيس من التسبيح ديال الله عز وجل اللي قال فيه سيد ربي سبح اسم ربك الاعلى، ما نذكرش الله عز وجل تما. شنو هو الذكر ديال التطهير؟ هو الاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار، الاستغفار تيحل لك جميع المشاكل وجميع الدوسيات، كثر منه دير الالاف. هادوك اللي تيبغيو يدوخوك، اللي تيقول لك اودي لا راه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد بانامله وقال راه هي من غادي تشهد عليك. اياه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ثبت عليه بعد الصلاه تنديروا 33 ديال سبحان الله، 33 ديال الحمد لله، 33 ديال الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله، هي 100 سنحسبهم بسبعنا. ولكن حيت قال لك ذكر كثير، باش غادي نحسبوا؟ باش الصباح كي غادي دير تحسب 100 ألف، كي غادي دير تحسب مليون، باش غادي تحسب؟ باش ما نقولوش. فلهذا كاين سنه تقريريه اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم صحابيه دايره حجيرات وتذكر، وكاين عاود الفعل ديال سيدنا ابو هريره رضي الله عنه اللي كان داير واحد الخيط وداير فيه داير فيه الف الف عقده، الف عقده تيذكر الله عز وجل. اي لا راه هاد التسابيح هذا راه دايرينو الهندوس، وداير اي دايرينو الهنود، ودايرينو هذوك المنحرفين ديال المتصوفه المنحرفين، ودايرينو اكثر من هاد الشيء. هذا كلوب الروتاري، باش تكونوا فاهم شنو كلوب الروتاري. هذا نادي العرات، واحد النادي داخل تابع للكلوب الروتاري سميتو نادي العرات. شنو نادي العرات؟ تعرى كاع كلك، ما يبقى لك حتى شي حاجه لابسها، وتتشوف شحال بغيتي تصرف باش تدخل داك النادي، والفلوس اللي غادي يعطيوك في بلاصه هو التسابيح. هاد التسابيح هذا كل حبه عندها ثمن ديالها، وتديرو في عنقك هكا لانه ما بقى عندك لا جياب لا والو، وكل حاجه شريتيها الا وتتشوف شحال الثمن ديال هذيك الحبه، ما كاين لا يرد لك الصرف ولا والو، صافي غير داك الحبه، صافي هذا هو. بمعنى ان هاد التسابيح هذا الذي هو وسيله من الوسائل استعمل في المعصيه واستعمل في الطاعه، فلهذا لا باس بان يكون في يديك اذكر به الله عز وجل. هي لا الرياء، لا الرياء هذا امر بينك وبين سيد ربي سبحانه وتعالى. اذا كان الاعمال اللي هي الصلاه وكل شيء وهذاك الشيء، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. حتى هذا في الوقت فاش هذاك تيجبد الكارو والبيبا وقدام الناس، حتى انا جبدت السابح قدام الناس، وهذه بالتجربه. واحد قال لوحده ودي راحي تندير هكا، راه هذيك اللي جايه بالمكياج من الدار وهاجمه باش غادي تلوح الصناره على هذاك، غير تشوف السبيح تنذكرها بالله. وفعلا حنا واقفين تنشوفوا جايه وحده سولات، هو تيبيع الاثاث المنزلي، غير شافت السبيح قالت الله سيد ربي. هذا هو خيار عباد الله، من اذا رؤوا ذكر الله. فلهذا عندنا الاستغفار ونكثروا منه، وعندنا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ونكثروا منها، وعندنا لا اله الا الله نكثروا منها. فالاستغفار هو التطهير باش نطهر، والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم هو التنوير باش ننور القلب ديالي، ولا اله الا الله باش نعمر. فلهذا اقل ما نديرو ديال الاستغفار في النهار هو 1000، واقل ما نديرو ديال الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار هو 300، هذا اقل. واقل ما نديرو ديال لا اله الا الله هي 3000. فلهذا يكون عندي هاد الكونتور هذا اللي مقاد، ونزيد انا. طب الله يوفقنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.